السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. حياكم الله جميعا يا أخوان. راح اليوم نلعب لعبة مين برا السالفة. باختصار حيكون في كلمة كلنا نعرفها إلا واحد برا السالفة. اللي برا السالفة حيحاول يعرف إيش السالفة، واللي جوا السالفة حيحاولوا ما ينفضون. يعني باختصار بيحاول يقط معاهم. بيسوي خوي. أيوه. بيسوي خوي. نبدأ الحلقة يا ريس. نبدأ الحلقة يا ريس. بسم الله. ايش قاعد تسوي؟ خلاص اي تو. اوه يعرفني يا عيال، يقول اعطوا الجوال سليمان. يا حبيبي انا متابعينك، الله يسعدك والله، واتشرف والله بمتابعتك. ابو عمر مرضوم. ايوه نفس الخط طلباخ. طيب يا جماعه، ترى الكاتيجوري هذا اكلات. طيب اقول لك سليمان، لا منك رحت مطعم، ايش تطلب دائما؟ لا مو بكذا السؤال. لا تبغى كفر مثلا ولا جاب او اكتبوا هو برا سالفه ولا جوا. طيب سليمان، الاكل هذه يعني حيوان كبير ولا صغير؟ وسط، مو كبير ولا صغير، وسط. بس يعتبر يعني يعتبر ما يجي الكبير. طيب التالي. طيب سليمان اسال طرباخ. طرباخ هي اكله ها؟ اكيد. هي حاره ولا بارده؟ تنوكل. هي تنوكل حاره. حلو. افضل والناس متعارفه تاكل حاره. القدامه كان ياكلونها بارده. اللي تبدا دمار وما عنده ذا ياكلها بارده صح؟ يعني القديمين ياكلونها بارده الاساس. التالي. طيب التالي. حلو. ابو عمر اسال احمد شو. احمد شو؟ ايه. ايش اللون المتعارف بالاكل؟ يعني يجيك غامق كذا. عرفت؟ غامق ايش؟ يعني كذا رايح للمشاوي، عرفت؟ نون لما تشوي حاجه ايش يجيك؟ حلو. طيب. طرباخ اسال تشوبرز. تشوبرز هذا رايح وجه منكم. لا طيب، هل الاكله حاليه او مره؟ حلو، انطرح الرجال. حاليه او مره؟ جاوب. ايه يعني طعمها حالي ولا حاليه؟ حاليه مره. تفضل مره. طيب شوف انت انطرحت من اول. للي اسال ابو عمر. هل الحيوان له ريش؟ على اساس انه في حيوان بيتزا يجي منه ريش. ايه جلد، جلد ريش. تشوبرز اسال في ريش للسؤال. طيب هل الاكله هذه تعتبر فاست فود ولا لا؟ دبندي. الأكلة هذه يعني مثلا إذا الواحد يبيها فاست فود تكون فاست فود. إذا واحد مثلا إذا ها يطلبها من ماك. لا مو من ماك. أنت عطني من فاست فود. وإذا يعني تجي فاست فود تجي بدون فاست فود. تدري فاست فود ليش؟ عشان أنا فاست فود. روح التالي. أسأل واحد أنا؟ إيه يعني شاك فيه وسأله تكفر. طيب. لا يعني بنحجر طرباخ. إيه الحين طرباخ، الأكلة هذه هل هي تنباع في كشك ولا تنباع في مطاعم كبيرة يعني؟ لا الأغلب في مطاعم فخمة. مطاعم فخمة. إيه اختار يلا يلا أنا مش ما أدري من شاك فيه أنا. يلا يلا لا تشك بعد، روح بس خليك مشاك عزيز. أسلم. هل الأكلة هذه قاسية ولا لينة؟ دبندق على حسب ال بريفرنس الطبخه يعني تفضيل يعني. طيب يقول تشوبرز اسال، اختار واحد. اسال بختار ابو عمر. حياك الله يا بوريش. الله يعني جلد شوف سؤال كذا. هل الاكله هذه تنأكل ناشفه ولا بلغويص؟ دبندق خلاص. يا اخي قام ابليس دبندق لغويص. لغويص صلى عافية يا مدير الشرطه. طب اختار واحد. للي الحين لحظه سؤال، كم واحد برا السالفه؟ واحد ولا ممكن اثنين؟ واحد. انا بين نارين مو بعرف وش الحين. طول معروفه الاكله هذه فين؟ اي بلد؟ ما تسوي شنو كل في يعني مشهوره اصلا تكساس. تكساس كل امريكا.
طيب اختار واحد تسأل غيري أنا. أنت غيري أنا. لا أنت ما في أبو عمر يا سيد. خلاص ما أبغى أسأل بصوت. طيب دقيقة أنا مشخص أنا عارف أنا دقيقة أبي أسألك تفضل ها يلا وبعدها حنصوت يعني لا انليمتد ترى انليمتد اي سؤال واحد المفروض يا يا شايب مستقعد للعمال دقيقة يا خلني سؤال دقيقة انا ما ابي افهم هو تاكدنا والله اي صوت صوت خش هات صوت يلا صوتك يا احمد انت احلف يبريز صوتك سليمان انت انت ابو عمر ما في ابو عمر طرباخ انت انت للي عزيز عشان بس الكرامة اختار واحد اختار معليش طرباخ وش القرى اللي له ريش انا يا حبيبي انا ريش واضح لا تقول انا برا السالفة لكن عندي فرصة اني اشوف يلا اختار في ستيك وفي برجر طيب دقيقة البرجر فاست فود الستيك في المطاعم الفخم ما له ريش لاني سبك وما يتاكل بالغويص يعني ولا سلك في بوع ولا مرة البرجر بالغويص اختار ستيك وفاز انا تكسس تكسس لا لا هذا اللي قال بقرة انت خسرت نقاطك يوم انك ما اخترته لا 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 ترى البرجر بعد تكسس الان كلنا يا جماعة خير مية 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 ما عدا ابو القهرة انت اللي فزت زيرو طيب يا جماعة الكاتيجوري الثاني مسلسلات طيب تشوبرز اسأل أحمد شو سؤال متعلق بالسالفة الكاتيجوري ايش قلنا؟ مسلسلات مسلسلات شكلك برا السالفة طيب هل المسلسل هذا ايه السيزونات حقته ايه كثيرة ولا قليلة؟ السيزونات حقته كثيرة كثيرة نيكست. طيب نيكست للي يسأل طرباخ السؤال هو هل المسلسل ابطال خارقين ولا خارقين خطوه ابطال خارقين ولا لا خارقين يعني قصدك يعني واقع الواقع لا لا كلام لا 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 كلام واضح ابطال خارقين ولا لا مو خارقين ما في شيء خارق ايوه طيب جميل حلو رجع داخل السالفه طيب طرباخ اسال تشوبرز العبد يا مدير حبيبي هل العالم المسلسل ما ادري اخاف ابين من الموضوع شيء كثير اخاف ابين هذا هل المسلسل العصر القديم متفكر العصر القديم قبل السيارات الدنيا ولا شيء جديد لا حالي طيب جميل حلو ابو عمر رسل سليمان بطل المسلسل بنت ولا ولد ولد جميل طيب سليمان اسال للي هل هو مسلسل منقطع ولا مستمر يعني الحين تنزل فيه الحلقات لا الحين تنزل فيه الحلقات شك مرتبك طيب جميل لان السؤال غريب احمد شو اسال ابو عمر حياك الله طيب هل المسلسل يعني فكرته متكرره ولا فكرته فريده من نوعها هل فكرته مميزه بناء على خبرتي نو بناء على مشاهدتي المسلسلات شبه فريده شبه فريده ايوه جميل 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 طيب خلاص ايوه طيب نسال احد انا بسال يلا تفضل هات شوف مين الخيارات بسال ابو عمر بس قهر يلا بسال طرباخ هل المسلسل يصنف يعني من مسلسلات حروب في حروب إيه؟ يصنف مسلسل حرب وور لا مو بور بسال ابو عمر حياك الله هل المسلسل فيه اشياء خارجه عن الطبيعه ايه طيب اسال الحين دقيقه اسال مين تبسال سليمان اتفضل يا ريس هل المسلسل موجود في نتفليكس والله خبرتي ترى ضعيفه او خبرتي ضعيفه عطنا سؤال لازم ترى ما مش دريني انا برا السالفه لا 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 بس سؤالك مو شرط الواحد يعرف اي اي صدق المسلسل خمسه مواسم وتحت خمسه مواسم فوق الحين ما ادري وين ينعرض فيه تبي اتوقع انه خمس مواسم فوق لانه طول في احد عنده سؤال أنا بدي أسأل أبو عمر أسأل أبو عمر دقيقة عادي لا دقيقة أبو عمر مو مكتوب في عادي عادي طيب وسيلة المواصلات في المسلسل سيارات ولا أحسن أو حيوانات يعني أحسن أحسن حلو صوت طيب أحسن صوت والله ما أدري طيب أنا أختار أبو عمر اختار أبو عمر نختار أبو عمر أنا أختار سليمان أبو عمر مين سليمان سليمان مين أبو عمر أحمد شو مين لا 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 مو أنت تختار مين أختار واحد بس مو هو طيب اختار اختار الظاهر انه سليمان ليش عشان ما اعرف يعني كم جواب حيبان 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 سليمان كلهم خمسه مواسم وفوق يا الله
اتوقع دوكينج والله ما شكيت فيه ولا واحد فيه ولا يعني شكيت ما جاوب ولا جاوب جبت دوكينج ديد يا على الاقل قل ميكس والله جابه قل ميكس الكاتيجوري الان جيمرز كاتبين جيمرز يعني العاب العاب طيب فبسم الله احمد شو اسال طرباخ ايه طرباخ هلا هل اللعبه ذي الغلاف حقها في صورة شخص شنب ولا أملط؟ شنب طيب أوكي سليمان أسأل للي اللعبة لها أجزاء أبو عمر أسأل سليمان مولتي بلاير ولا سينجل سينجل تيجي بس خلاص عدت طيب أوكي 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 طيب طرباخ أسأل تشوبرز اللعبة فيها زومبي فيها زومبي طيب للي أسأل أحمد شو هل اللعبة إلى يومنا هذا نلعبها؟ اي نعم طيب تشوبرز اسال ابو عمر انت جميل يا قوي هل اللعبه تنفع للصغار ولا بس الكبار الكل يلعب طيب دقيقه احمد شو اختار شخص تساله عندك سؤال سليمان توضح الله يعافيك طيب سليمان اللعبه هذه انت قلت انها سنجل بلاير طيب انا قلت تيجي سنجل تيجي بلاير. بس فيها الكامبين حقها ايه قاعد بضيعكم طيب الكامبينج حقه الكامبينج حقه هل فيها مشهد مشهور مره فيها مشاهد لا يعني هل فيها مشهد مشهور جميل شباب والله نختصرها هي هاي نختصرها نصوت سليمان احمد شو صوت على سليمان سليمان صوت على مين انا نفسك ما في اي واحد صوت على احمد شو يلا بوستر ابو عمر صوت على مين سليمان طبخ صوت على مين؟ سليمان وتشوف ثمان انا مرة سالفة هكا شي من اول عشان كذا بس انا جبتها يلا الظاهر انها باتل فيلد او انها كول اوف ديوتي ولا فورتنايت اختار واحط كول اوف ديوتي ليش عشان كذا قلت يا اخي لا نوضح كل الاعمار اعمل شو اسلمني أسأل لي طيب هل المشروب هذا ينباع في أي كشك ولا ينباع في كشكات مشهورة مرة؟ لا لا ينباع في كل مكان كل مكان جميل تالي سليمان أسأل أبو عمر هل هذا المشروب يعني بالأماكن الغالية والفخمة ولا بالأماكن الاثنين؟ نفس سؤالي صح في فرق في فرق مجنون شوي في فرق مجنون شوي طيب أوكي مشي سؤال طيب أبو عمر أسأل طباخ طيب جاوبني تحديدا ها يجي منه حار وبارد ولا يجي منه شيء واحد بس يا حار يا بارد بارد هو بارد الاصل بارد نفسه انا قاعد اقول لك ينشرب اذا شفت احد يشرب حار سؤالي ينشرب اثنين ولا لا هو شيء واحد فقط بس وتعرف عليه طيب طرباخ اسال احمد شو هل هو مشهور باللون الاحمر لا للي اسال سليمان هل المشروب هذا النكهه يعني المتعارف عليها مصنعة ولا مأخوذة من فاكهة دقيقة عيد السؤال تاني دقيقة أبيك تفهم المشروب نفسه يا أخي المتعارف عليه هل هو من فاكهة ولا أنه مصنع يعني تعرف مشروب مصنع إيه مشروب مصنع بس مستوحى من 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 فاكهة بس مصنع مو طبيعي إيه أنا أقول لك فاكهة أجل فاكهة بس مو طبيعي شوبرز اسأل أي شخص من اختيارك طيب بسأل طرباخ لأن في علم النفس يعني ما تمشي على دي هل المشروب تقدر تسويه في بيتكم ولا تاخذه من برا لا تاخذه من برا طيب احد بيسال ايه انا بسال ابو عمر يلا هل هو مشروب صباحي تقدر تشربه مع الفطور مثلا ولا قبل الفطور في ناس تشرب مع الفطور بس متعارض يلا نصوت صوت عزيز طيب احمد شو بيصوت مين اصوت على ابو عمر طيب سليمان تصوت على مين والله اني شاك بفتره الشخص بسرعه ودي ابو عمر ابو عمر مع انه ما هو ابو عمر تصوت على مين ابو عمر خلاص نظامي في علم النفس صار نظامي ايه حنشوف ابو علم النفس عزيز شخصنا معاي شفتوا علم النفس طيب ابو علم طب اخسر على مين عزيز طب اللي تصوت على مين سليمان حلو تشوبرز تصوت على مين ابو عمر ابو عمر بالله وريها له بس شو انا مره سالفه بيبسي قهوه عربيه ميلك شيك ميرندا حليب فراوله سنتوب ذمتو
الهواء طيب حليب فراولة يتسوى في البيت. انت قلتوا ما يتسوى في البيت. ميرندا ما يتسوى في البيت. ميلك شيك يتسوى في البيت. قهوة عربية يتسوى في البيت. بيبسي ما يتسوى في البيت. فهو الله يسلمكم ميرندا. قلكم انت وياه يا وزير شوف العتب وين درجة مين يا عيال. اعرف واحد يفطر ميرندا وبيض. يلا يا جماعة يعطيكم العافية. شكرا لكم على المشاهدة. قنوات الشباب تحت في الوصف. كم نوصل لك يا حيال؟ 120 ألف لايك. 120 ألف لايك. كم توصل انت لايك؟ لا ده 80 90 150 150. سلام عليكم.